الدوار يا مراني في خطر، الدوار يا مراني في خطر، ده السرطان في خطر، ده السرطان في خطر، وعلى الجينة وحت الجينة، وعلى الجينة وحت الجينة، الأدوية اللي بغينا. اليوم مراكز العلاج بدون أدوية، مريض سرطان كيموت نهار على نهار. حنا اليوم دايرين هذه الوقفه المطالبه بتوفير الادويه باش رونديفوات ديال السكانير لي غاديو لي رام البيت سكان يكونوا في وقت ما كيتعداش الشهر. الدواء ديال البيت سكان تقريبا عام ما كاينش في لوبيتال. تخيلوا معايا رونديفوات كتوصل سنه وهما الوراق ديال الناس اللي كياكدوا بالدليل. اش نقول لك، رونديفو ولا كيتخاد في السيبر عوض في اداره ديال المستشفى، سير السيبر. والمشكله ان السيبر كيعطيك رونديفو ديال الطبيب قبل ما الرونديفو ديال السكانر ولا لا غاديو. اش تمشي تقول لهذاك الطبيب وهو انت ما عندكش حتى الفحص ديالك؟ هذا المرض ما كيتسناش، المرض كينتشر بواحد السرعه. تعرفوا ان مرض السرطان هو مرض مميت. ملي كتقول الانسان رونديفو ديال شهرين ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور ولا عام حكمتي عليه بالموت. حنا اليوم توجهنا في النداء ديالنا السده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله باش يشوف من حال هاد المرضى، باش يتفعل صندوق محاربه السرطان اللي تمت المصادقه عليه في الحكومه السابقه ولحد الان ما تفعلش. كانت عريضه مليونيه كطالب بمجانيه العلاج لمرضى السرطان، لحد الان ما كاين والو، مراكز العلاج هي هي. رغم هذا توقيع هذه العريضه الادويه ما كايناش. ما تتخيلوش اش كنعاني داخل مراكز العلاج، حتى الادويه المسكنه ما كايناش. كيفاش هذا مريض سرطان الا شفتوه اليوم كيبكيو، هانتو كيبكيو كيتقاتلوا، كيقول لك حنا ميتين ميتين في هذه اللحظه، حسن نموتوا بكرامه. واش ملي كيقول ليه سير تحب محسنين يشريو لك الدواء؟ حنا بغينا نعيش بكرامه، حنا كجمعيات فعلا كنطلبوا محسنين يعاونوهم على الادويه، كيعاونوهم على داكشي اللي خاصهم، كنوفروا لهم الدعم النفسي والمعنوي، ومعنا اطباء ومعنا اخصائيين اللي كيساندونا. ولكن هادشي راه ما كافيش، حنا مجتمع مدني شريك. جمعيه طموح راه جمعيه اللي كتساندهم، لان انا الاولى رئيسه الجمعيه مريضه سرطان حسب المعاناه ديالهم. انا لقيت مثلا عندي سي ان اس اس هما ما عندهمش، راه ما يقدرش يشري دواء واحد، ما يقدرش يشري الا ما وفرتيش ليه، كيبقى مسكين كيتالم حتى كيموت. كل نهار كتكون عندنا جنازه داخل المجموعه. شحال قدنا، شحال قدنا نبقاو صابرين. هما تيقولوا ماما حسنا، الام كتوفر لوليدات الرعايه، المسانده، الدعم. انا اليوم كنلقى راسي عاجزه، وهذا الشيء علاش درنا هذه الوقفه التضامنيه مع مرضى السرطان باش توفر لهم الادويه داخل مراكز العلاج. السرطان في خطر، السرطان في خطر، وعلى الجينة وحت الجينة، وعلى الجينة وحت الجينة، الأدوية اللي بغينا. بكوني مريضة السرطان كنحتاج هنايا على قبل الدواء ما كيعطيوش لينا، مع العلم أن المسؤولين عارفين أهمية وخطورة هذا الدواء. خاصو يتشرب خمس سنين ويوميا خاصها تشرب حبه، وغالي كيدير 100,000 فرانك 900,000 فرانك، حتى كيصدمونا هنا سيروا شريو كل 28 يوم ل 26 يوم خاصنا نشريو، مع العلم حنا عندنا المجانيه هنا تاع العلاج. وهذا الشيء اللي كنطالبوا، وكنطالبوا ثاني بالرونديفو قال لك سيروا خذوه في السيبير. ملي كنمشيو في السيبير كيفاجئونا خمس شهور ست شهور عاش كيجينا الرونديفو. واش يعقل مريض سرطان ياخذ الرونديفو ست شهور ولا سبع شهور؟ ما يمكنش. بغينا يلتفتوا لينا ويشوفوا هذا الشيء، يديروا ليه شي حل، وكنطلبوا المسؤولين يوجدوا هذا الشيء لان صراحه حتى حنا عندنا امال في الحياه، وما كيتسناونا وليداتنا كيتسناونا عائلتنا، فلا داعي لهذا الشيء. وشكرا، كنتمنى الميساج. الطاموكسيفيل اناستروزول، اناستروزول هو اللي ما لقاوش حنا لقاو غالي، والمشكل خصو تشرب يوميا وخمس سنين. ملي ما كنلقاوش كيقول لك سير شريو سكانير، ما كنلقاوش كيقول لك سيري ديرو سكانير 60 الف ريال 70 ريال فوق. هذا الشيء اللي غادي نقول لك اخويا، والله يصوبوا صافي. كنتمنى هذا الميساج يوصل. وعلى الجينه وحت الجينه، وعلى الجينه وحت الجينه، المواعيد تحيد لينا. انا مريضه السرطان، جيت اليوم داير وقفه احتجاجيه على حساب على حساب الدواء وعلى حساب المواعيد كي سميتو كيديو. انا دابا بقى لي البوله، عيطوا لي ديك النهار قالوا لي باش خاصك تبدايها في شهر 10. رشمت الرشمه الاولى وعاودوا ثاني رشموا لي، وملي جيت دابا تنسول تيقول لك سيري كنوا بين وحك البلاصه. وكنهضر على لاكارت ديال الطوبيس ملي كنطلعوا كنوروها ليهم، كنوروها للشيفور كيقول لك ما دايزاش، كيطلعوا كنخلصوا، كنضطروا نخلصوا حيت طلعت الكونترول وما غيرحموكش. ملي كيطلع الكونترول انا مخلصه كنوريها لي كيقول لك لا ما دايزاش، ملغيه ما دايزاش هاد لاكارت ديال الطوبيس.